أسعد الله أوقاتكم مشاهدين ترند، ويا هلا ويا مرحبا فيكم جولة جديدة لأبرز الهاشتاغات والتداولات اللي رصدناها لكم من مختلف منصات التواصل الاجتماعي، من هاشتاغ تصحيح المسار والخطاب التاريخي لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بوضعه لخارطة طريق ومعالم مستقبل للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. بنستهل جولتنا بهالفيديو الأكثر تداولاً واللي يدعو ناخبي مجلس الأمة 2022 لاختيار القوي الأمين وتصحيح المسار. نشوف معاكم الفيديو من حساب وزارة الإعلام في تويتر. أبناء وطني العزيز، كم نحن أحوج ما نكون إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر. إن استقرار البلاد واستكمال نهضتها وتعزيز مكانتها يتطلب منا كقيادة سياسية للدولة أن نقف وقفة تأمل ومصارحة ومراجعة للنفس تجسد الحرص على الالتزام بوحدتنا الوطنية وعدم التفريط أو المساس بها. فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي. إننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه، ليكون المجلس سيد قراراته. ونأمل منكم أن لا يكون الاختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبلية أو للفئة على حساب الوطن. فالكويت لم تكن ولن تكون لأحد بعينه، بل هي وطن الجميع. ونناشدكم أبناء وطننا العزيز ألا تضيعوا فرصة تصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل معكم إلى حساب الإدارة العامة للمرور في تويتر، والجهود الكبيرة اللي يبذلونها رجال الداخلية لرصد المخالفين والخارجين عن القانون في مختلف مناطق الكويت. وبهالفيديو خلونا نشوف حملة مرورية في منطقة الفروانية أسفرت عن تحرير 1000 مخالفة مرورية وحجز مركبة. وبهالخبر نشر المكتب الإعلامي بوزارة الصحة عبر حسابه على الإنستغرام بوست توعوي بضرورة الرجوع لتاريخ صلاحية الأدوية بعد الفتح. تفاصيل أكثر نشوفها على الشاشة.
خبرنا المتداول التالي من حساب قوة الأطفاء العام في تويتر، وجولة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في مركز الإسناد لتفقد جهوزية قوة الأطفاء العام لموسم الأمطار القادم. تابعوا معنا. نهاية الأسبوع مثل ما أنتم ملاحظين رطوبة عالية واحتمال تكون ضباب، ولكل المهتمين بتطورات الطقس ينضم لبرنامجنا خبير التنبؤات الجوية جمال إبراهيم بهالمداخلة الصوتية. تابعوا معنا. مساكم الله بالخير. الطقس متوقع لهذه الليلة طقس حار ورطب ورياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة، ومع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق. درجة الحرارة الصغرى متوقع لفجر الغد 28 درجة مئوية. والطقس متوقع اليوم الجمعة طقس حار ورطب ورياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق مساء. البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. درجة الحرارة العظمى متوقعة 44 والصغرى 28 درجة مئوية. ويوم السبت راح يكون طقس صيفي شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. البحر راح يكون إن شاء الله خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. الحرارة العظمى متوقعة 47 والصغرى 29 درجة مئوية. قيادة الحرس الوطني الكويتي تولي اهتمام كبير للرياضة والرياضيين من منتسبيها وتدعم مشاركتهم في بطولات عالمية، واليوم رصدنا لكم تغريدة من حساب الحرس الوطني الكويتي بعد حصول وكيل ضابط عماد خالد إبراهيم على لقب بطل العالم وورلد ماستر للمصارعة البرازيلية في لاس فيغاس الأمريكية. ألف مبروك الفوز واللقب، ونشوف معكم التفاصيل على الشاشة. بالفترة الأخيرة الكوارث الطبيعية أخذت حيز كبير بمواقع التواصل الاجتماعي مختلف الدول، وكانت المكسيك من بينها التداولات بعد ما تحولت لمدينة أشباح بسبب إعصار كاي بفئته الثانية. خلونا نشوف هالمقطع من حساب سكاي نيوز عبر تويتر. Thank you.
ونختم أخبارنا مع حمد الله، وهو رجل مصري يبلغ من العمر 82 عام، كرس معظم حياته بجمع الكتب، وكانت الحصيلة حوالي 15,000 كتاب في غرفة صغيرة حولها إلى مكتبة في منزله. نشوف معكم هالفيديو الممتع من حساب وكالة رويترز بمنصة تويتر. وصلنا معكم لنهاية جولتنا لليوم، نشكر متابعتكم، نشوفكم الأسبوع الجاي بجولات جديدة. أما الحين نقول لكم نهاية أسبوع سعيدة.